من الجنب في اليمين. السبعة آلاف جنيه هدفعهم لها 50,000. هي بقى بتجيب اللي جواها، ده اللي جواها سيادتك، ان هي بتقعد تشتم وعماله تغلط، وانا لذلك ما ارتبطتش فيها ولا كنت فيها. مش عارف اشمعنى اخترك انت؟ ما عشان انا اديته على دماغ وما كان ماجر عايز 7000 جنيه ياخد يرجع له تاني. ليش لجوزك كده عيب؟ جوزي مين؟ جوزي ولا اعرفه. مين ده اللي جوزي مين؟ متجوزه ولا متجوزه؟ ايوه عرفه. احلام نكره كل الموضوع ده كله، فانت قول له معلم كنت تعرف عني انا واحلام بس. انا ان انت متجوز، انا الله اعرف ان انت متجوز عرفه، متجوز مين ما اعرفش. كل اللي قاله شعبان المتهم الحقير ده يبقى صح عليا، وانا فعلا استاهل كل اللي جرالي، واهلي يضربوني بالنار واستاهل ان هم يعاقبوني بمطلع. لا لا الله، ما قلت له كله ملوش لازمه. قال له طب انت في واحد يعني ما جاتش في ساعه التجلي قاعده جنبي منك وقلت لك؟ قلت له اسمع، ساعه التجلي دي اللي جت لما جاتش مش شرط. ويجي دورنا اعزائي المشاهدين مع شعبان، وشعبان من الشباب يعني تحس بالراحه، يعني تحس انه انسان طيب، ده من الوهله الاولى يعني تشوفه تستريح. ازيك شعبان؟ الله عامل ايه؟ الحمد لله تمام. تعرفني؟ الحمد لله. الحمد لله. دراستك ايه يا شعبان؟ لا ما درستش، دخلت مدارس ولا يعني. لا شغال ايه؟ عامل يعني صراحه اشتغل في محل اكل، اي شغل انا اشيل حاجه بتاع. تزوج؟ اه. عندك اولاد قد ايه؟ بنتين. ربنا يخليهم. الله يخليه. طبعا شباب وما فيش فرص عمل كتير وما فيش فلوس، فيعني الانسان صح كده؟ بالظبط كده. ايه اللي حصل يا شعبان؟ اللي حصل ان في واحد من عندنا من البلد بيصطاد الناس اللي مش اصلا من بني مزار؟ لا انا من المغارة اساسا. في واحد من عندنا من البلد مثلا اي حد مش لاقي شغل كده بيدخله في الحاجات دي عشان الناس اللي مثلا سرقه وسطو مسلح عشان نسايب وهم يعني ايه عارفين ان يعني معاهم سلاح وبيجيبوا الحاجات دي. تمام. بس فورا عندي مصر، كنت انا ماجر شقه ومش لاقي شغل في مصر. اه يعرفك من ايه؟ بلديات. رجع عندك في مصر وشاف حالتك كده فابتدى يتكلم معاك. هو عامل مفتح يعني، وعامل مفتح بيصطاد ناس يحطها في الحاجات دي يسرقوا، وهو بعيد يعني بيخطط وكده. تمام. عملها مع واحد قبل كده في البلد يعني برضك وحبسه يعني. قال لك ايه بقى اللي قعد معاك؟ قال لي في واحد اسمه عصران واحمد رفعت، دول معاهم بنادق يعني وكده، انت هتروح تجيب الشنطه بس وهم هيسرقوا. بس احكي لي على مهلك فلوس واحكي لي يعني مش معموله بشنطه. قول لي اللي حصل بالظبط، شنطتي وفلوسي الكلام ده كله. في شركه انا سيادتك شغال فيها اسمه عبد الرحمن. تمام. عبد الرحمن ده عارف ناس من عندنا من البلد. تمام. وعارف اللي هو محمد ماهر ده. تمام. قال له ده انا عايز اجيب الرجاله يعني تاخد الشنطه دي وتثبت العربيه. اللي هي الفلوس بتاع الشركه دي كان حوالي 360,000 جنيه في الشنطه، فاحنا عايزين ناخد الشنطه دي. بالظبط كده. بالظبط. انت قلت لي بقى هو راح لمحمد ماهر قال له ده انا عايز اجيب الشنطه دي وكده يعني. فمحمد جابني انا وقال لي عشان تروح تجيب يعني تضمن حقي مع الناس دي عشان بياكلونا، كانوا في عمليات قبل كده يعني. قال لي هم هيثبتوا الناس بالسلاح وتمسك انت الشنطه وتعرف فيها كام وتقول لي. تمام. الدل على كده ان انا يعني واخد طلقه في دراعي الصحفي. طلقه؟ مبقاش عارف. اه. اه. الزي مصطفى مهودي بيانه. بس هي مش طلقه، هي يعني جلد. حفت ايدك. انا باخد الشنطه لعم حسن، فطبعا ايه زميلك بالربكته ضرب. اه انا بشد وعم حسن بيشد، فالطلقه ضاقت في دراعي. تمام. اه بس هو عم حسن كان بيشد، عم حسن على حسب ما اعرف انه ساب لكم الشنطه على طول. لا اللي حصل ان انا ماسك الشنطه فعم حسن ما سابهاش. راحوا هم ضربوه بالنار. فخد هو طلقه في صدره وانت خدت طلقه في ايوه. تمام. بالظبط. عملت ايه بعد كده بقى؟ بس خدت الفلوس وكان معايا احمد امبابي. انت كنت مراقبني في الاول؟ موتوسيكل. كنت كم واحد على موتوسيكل؟ أربعة. أربعة. خدوني عندهم هناك في الغيط. أحمد رفعت وعصران ومحمد أبو دج. قلت لهم عالجوني عشان دراعي ودراعي نزف كتير وكده. قالوا لا خد فلوسك واتكل على الله. منين؟ الكتلة دي بقى؟ 90. 90%. نصيبك أنت لوحدك بس 90؟ لا ما كان معايا أحمد إمبابي وأحلام. مين أحلام دي؟ اللي هي رشيدة. مين رشيدة دي؟ الباشا عارفها مع جوزها. يا سيدي أنا عايز أعرفها منك أنت. يا باشا. انا عايزك تضحك، انا من ساعه ما شفتك وانا استريحت لك عشان انت صريح ما تعبتنيش. احكي لي ما انت عشان انت يعني موقف في القضيه حلو يعني، فعشان كده متفائل يعني ان شاء الله عشان بنات اللي بره. والله مش الحاجه انا بعمر لما اطلع ان شاء الله يعني باذن الله ناوي ان انا اعمل خير.
انما العصابه اللي هنا دي والعصابه اللي هم عارفينها حضراتهم دي لازم تيجي ان شاء الله باذن الله. ده بامر الله الواحد ناوي يعني. مين قلت لهم كل حاجه بالظبط؟ مين رشيده دي بقى؟ مين دورها في الموضوع؟ دي دورها عارفها واحد اسمه رجب عاشور من عندنا من البلد. انت كنت عارفها برضه؟ ما انا بقول لحضرتك هم الاول كان بيجيبها عنده في البيت وبنصبه في اثار وكده يعني. فطبعا قابلته انا وكانت هي كانت معايا. فهي قعدت تبص لي يعني وكده وبتاع، فانا كنت زعلان مع مراتي. قالت لي ايه؟ نتجوز وكده والكلام ده. انت وافقت؟ كان متجوزها رجب، اطلعت من رجب اتجوزتها جوزها شعبان. رجب طلعها جوزها شعبان. اتجوزتها بعقد بقى ولا عقد عرفي؟ عقد عرفي. عقد عرفي. كانت معاكم في الموضوع ده ليه بقى؟ الموضوع ده اساسا كنت انا عارضه عليهم. عرضه على مين؟ على احمد امباب ورشيد. قلت لهم انا نازل اعمل كده كده بالمزار. انا اخد نسره وبتاع. ايوه. هي قالت لك ايه بقى؟ مراتك بقى تقعد جنبك. قالت معاك. شوف الزوجه المصريه؟ اصيله. اصيله. يعني ما قالتلكش لا حرام عليك ما تدمرناش ما لناش غيرك؟ قالت لا اقف معاك في السرقه. لا يا باشا على طول اول ما عرضت عليها قالت لي معاك على طول. معاك على طول. نخبط تجار سلاح. لا مش حب، يا تجار سلاح بتحب الفلوس يعني. مراتك برضه؟ هو الموضوع كان موضوع مصلحه اساسا مش مراتي ولا هي متخزنه كمصلحه. تمام. المهم جت معاك كان دورها ايه في موضوع السرقه ده؟ قالت انا هقف لو حد اتكلم ولا حد راح عندكم انا هصوت هيغمى عليا اعمل اي حركه عشان الناس ايه؟ تلم الناس عليا تنتبه. ايوه. لا برضه دماغها كويس. انا الصبغه قديمه. لا عرفت تختار. تمام. طيب جيت هنا بنمزار ومش الموضوع وخدت 90,000 جنيه انت وزمايلك. انا احمد امباب ورشيد. وبعدين اللي حصل؟ خدوني ورحنا على مصر. جابوا لي هدوم وراحوا غرقوا على دراعي وكده. لما وصلنا مصر حتى هي خدت 50,000 ومشيت. 50,000؟ نص الفلوس كده اكتر. هي الموضوع موضوع فلوس بالنسبه لها. كنت فين اصلا عشان تسيب لها نص؟ قاعد. انا كنت ميت خالص، نزفت بتاع حوالي 2 لتر دم لان الطلقه حفت. مش طعوره بسكينه، طلع حف الدم بقى نازل بكميه رهيبه. السكينه 50,000؟ انا مش قادر اتكلم اصلا. يعني مشيت من لحد مصر من غير ما اكون غيرت على دراعي. اتخيط تاني يوم. فهم طبعا كل همهم الفلوس، هي هتاخد 50,000 وقعدت تشتم والكلام ده. هي يعني عملت كده عشان ما حدش يتكلم معاها. احمد امبابي ضعيف، اول مره يعمل حاجه زي كده. وانا مش قادر اتكلم دراعي. انت قلت مصلحه مراتي بتاخد 50,000 هنقسم بعد كده انا وهي، مفيش مشكله. لا والله ما كانش في دماغي كده صراحه، كان في دماغي دراعي بس كنت اشوف دراعي عشان دراعي. 40,000 جنيه قسمتوها انت واحمد امبابي ولا ايه؟ بالظبط كده. كل واحد كام؟ هو 20 20. لا هو والله مثلا انا واخد 12 والباقي كان معايا انا. طب كويس. وبعدين اللي حصل؟ اللي حصل احمد امبابي بقى اللي خلاص بقى كده انا مش هعالجك تاني وخلاص اتكل على الله. رحت انا قعدت في شقه مفروشه وهي مشيت وظبط المباحث ابني من شقه مفروشه. استمرت يعني لحقت تتهنى بالفلوس وما لحقتش؟ لا لا الفلوس الحرام ملهاش طعم. يعني عرفت كده بعد ما اتقبض عليك يا شعبان؟ بس انا في مباحث من مزار يعني عارفين ان انا اصلا كنت مربي داني وشيخه، بس هي قله الشغل والعطاء والبطاله والكلام ده بس. انت راجل بامانه يعني، بس انت بتكلمني ومش حاسس بالجرم اللي انت ارتكبته. اعمل في ربنا كبير يعني ان شاء الله. وفي السادة الضباط واقفين جنبي يعني يقولوا مثلا ان شاء الله موقفك حلو، انت ما ضربتش نار، ما عورتش حد. ما ضربتش نار، انت كل اللي عملته خطفت الشنطه بس. فيعني ان شاء الله باذن الله خير يعني، بامر الله اتعاقب العقاب اللي ربنا يديهولي، وان شاء الله باذن الله الواحد ناوي يطلع يعني مش عدل. طب شفت مراتك؟ انت ما شفتش مراتك من ساعه ما جت؟ لا. طب لو قالت الكلام ده ما حصلش، ولا انت متجوزها ولا اي حاجه، ولا هي اشتركت معاكم اصلا في الموضوع؟ اللي هي رشيده؟ لا يا باشا اتشاركت وفي ناس شاهده. ست المقدم عماد حمدي رئيس بحث مركز بنمزار، اتفضل يا فندم.